السلام عليكم. الحمد لله على السلامه استاذ شامي. الله يسلمك يا استاذ حنفي، شكرا لكل الناس اللي ساعدت علينا الفتره اللي فاتت. عملنا استفتاء علشان نشوف هنبدا اول حلقه ايه، فكان عندنا ايه بقى؟ موز، فتت موز وسمان محمر، مش اي سمان. بس هي الفتت الموز اللي كسبت يعني، بس احنا هنعمل الاثنين برضه. الفته لوحدها والموز هتبقى باتر روستد. اوف يعني موز زبده. والطريقه دي يا جدعان جايبينها من محمد صلاح ملك اللحمه في مصر. دي موز دولي استرالي صح ولا محلي؟ وده اللي هو الموز عادي. في ناس بتحب لحمه الموزه بس ايه، ما بتحبش لحمه الخروف. ممكن يعني ممكن تتعمل على بعضيها زي الموز دي عادي. مساء الفل يا جماعه، جبنا الموز الحمد لله. وايه ده؟ دي يا جماعه مواسير هنشطفها دلوقتي وهنعمل منها الشوربه عشان نعمل عليها الفته، لان احنا مش هنسلق الموز. الموز هنعملها روستنج في الفرن. دلوقتي زي ما انتم شايفين اهي الموز اهي حطيناها، طبعا على حسب كميه الموز اللي انتم هتجيبوها، عشان احنا 3 انفار فجبنا يعني 10 موز بس. ملح وفلفل وزبده بدرجه حراره الغرفه. طبعا هو قايل نحط كميه زبده كبيره، بس خلينا ايه ناخد حته حته الاول. شايفين لازم ندعك بقى ايه كل موزه بالملح والفلفل والزبده يعني ايه، وما تبخلوش في الزبده يا جماعه. طبعا بعد ما انتم شفتوا الحلقه بتاعت محمد صلاح اللي كانت معانا يعني لما عمل لنا الفخده بنت الجنيه، فالراجل بصراحه اي حاجه يقولها نقول عليها امين على طول. الموضوع سهل جدا، ملح وفلفل، وزي ما شفتوا دعكناهم بالزبده، سيبهم بس 10 دقايق على جنب كده. دلوقتي هنعمل المواسير عشان نعملها شوربه. هنعملها ونسيبها تشتغل لوحدها على نار هاديه، شويه سمنه وعليهم شويه زيت، كانك بتسلق لحمه بتحط عليها البهارات العاديه. ستيكه مثلا، ورقتين لورا كده، حبهان زي ما انت بتحب يعني. ناخد تشويحه وبعد كده ننزل الميه السخنه تكون جاهزه، بننزل على عليه ميه سخنه وايه، ونسيبها نار متوسطه بقى تقعد لها ساعتين تغلي كده، تطلع لك شرب البهاريز من الاخر. تغلي غلوه بس الاول كده على العالي، وبعد كده نغطيها بقى ونسيبها. اي خضار عندكم في الثلاجه قديم ما عدا البطاطس. استاذ محمد صلاح قال لنا ترصوا القعر بتاع، لان عندنا شبكه احنا مش عايزين ان الموزه الميه بتاعتها لما تنزل منها مع الزبده تلمس الموزه. تحط الحاجات دي عشان ما تلمس اللحمه نفسها، ما تلمس الارض بتاعه القعر بتاع الحله او بتاع الصينيه اللي انت بتعمل فيها. البصل الصغنون، البصل ده بقى في الاخر لما بعد ما تستوي تروح مطلعه يبقى استوى كده، وايه يا دوبك تقشره وتاكل منه على طول. قول اني مفيش غيري في قلبك، قول اني محدش غيري حبك. محتاجين بقى نغلفها تغليفه بنت جنيه. احنا مولعين الفرن على درجه حراره 160 سخن، هندخل دقه دي ونسيبها ساعتين، بس بعد ساعه هنفتح عليها ونظبط بقى نشوف هنعمل فيها ايه. دلوقتي يا جماعه بعد ما عدى حوالي ساعه ونص هنطلعها دلوقتي نسقلها بس كده يا جدعان. نعمل بقى صلصه الفته. طبعا الرز احنا عملناه 100 مره انتوا عارفين ازاي. توم احمر بس التومه، وبعد كده نطفيها بايه؟
بخل، ونكون مجهزين 4 طماطمات كبار مضروبين في خلاط وصلصه. طبعا بنسيبها بقى تتسبك، هنحط عليها بس شويه ملح صغيرين، هي فيها صلصه شويه فلفل اسود، وغطيها عشان لو سبتها مكشوفه هتبهدل المطبخ والشقه كلها. فاكرين بقى من شويه حطينا المواسير دي عشان تتسلق؟ هي خلصت اهي. النقاع عمال ينزل. ايه كده الشوربه اللي هنسقسق بيها الفته جاهزه. سقفة سقفة. يجي واحد بقى يقول لك اساسا حلة تيفال، يعني بتهبب ايه؟ بكورة اتقل بس اتقل بس اتقل، ما تبوظيش السيستيم، تبقى زي القبة بتاعت مجلس الشعب. الحلوة عيونه جننتني. شوربة بالبهاريس كلها. ويا ناس انا ضفت بدبديب دبديب، وانا قلبي مشعل بلهيب بلهيب، ويا ناس انا ضفت بدبديب دو بقى الفتة عم وسام. ايه عم وسام انت بتعمله ده؟ انا شغال بالعمل ده كفور يا دو يعني الثالث عدو والحلوة وخالف وعدو وانا دبت يا ناس وتريد. الو طب يلا بسرعة في الحلقة بقى عشان ندب. طيب لو بتتفرج على الفيسبوك ثانية ثانية، الشوربة اللي فيها النخاع مسمعة في الرز هنا عاملة الطعم مسمعة جامد. يعني لو بتتفرج على الفيسبوك وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للبيج وشير للفيديو، ولو عجبك ايه، ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. الانستجرام بتاعنا شواح سيبونا ناكل 100 وزن.